يواصل المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طرح برنامجه الانتخابي. جاء طرح البرنامج الانتخابي لزهران خلال المؤتمر الجماهيري الثاني بمدينة أسوان. نجتمع مع أهالينا في أسوان ضمن فعاليات ابتدت من الدلتا إلى اسكندرية إلى الصعيد إلى أسوان، وسنستمر في حمل دعم مرشحنا رئيس حزبنا الأستاذ فريد زهران ومرشح المعارضة المدنية الديمقراطية. نحن معا من أجل التغيير. أتمنى التغيير إن شاء الله للأفضل وللأحسن، وربنا يوفقه ويوفقنا جميعا. نحن نتشرف بالضيوف وسيد الرئيس إن شاء الله فريد زهران رئيسا لمصر معا للتغيير إن شاء الله بإذن الله.